ندخل في الصلاة لابد أن نأتي بشروط الصلاة. نمزر غدزاني بجا نمزر دتيوفاني بجا يا بجا شروط الصلاة خوا أم دي لطنوي. الشرط الأول الإسلام، فلا تصح صلاة الكافر. يا بددو قاكور إسلام راش صخر إسلام ميتنر سألتم بابشا جورم نمزيشما أبزريقيشم. لا تصح صلاة من يسب الدين يلعب بالدين الإسلامي. صخم دينم يرجعما دينم شحا أي جي أمرا جي أما أبي نمزم زريقيشم. ولا تصح صلاة المجنون. أو دقبسو صخم يشحم زقوار يلاجة أبي ينمزم زريقيشم. ولا صلاة السكران. أو دقبسو تخور يفاما شفما أبي نمزم زريقيشم. نعم، وكذلك تصح صلاة الصغير إذا كان يميز يعرف السؤال والإجابة، يعرف أن هذا ماء هذا نار مثلا. أبي مشحو سبيم نمز يشاوشتما يشرق قروء ما وجيز خيشتشو خواما أبي نمزر صحيح أبي نمزر تمامش. ولابد أن ننوي بهذه الصلاة أنها لله. نمزم دتيوفانا وج أما لنشو نيت دي إنخوي أنا مزرة لحشكم شحا لحشكم بابشا زرتشر. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نيتر جي إسر نيتم قراقز ديشر قراز ديشر بزاقجا قبسلنور عار بدعش. ولابد أن نصلي على وضوء، تكون الصلاة إما بوضوء أو باغتسال. أبخدو أما لنشاش دنا مزر تنو أن ديزر تغو. ولابد من إزالة النجاسة، يعني لا تصلي وعلى بدنك نجاسة أو في ثوب نجس أو في مكان نجس. أو دا قبسو نمزم تيوفان يبجا نجاسة يوي شفم تيشما يوي شغنم تيشما يي شب أزدبشم يشما أر أما لمؤو أبخن خيش طبغ قبزن خيش. ولابد من استقبال القبلة، استقبال الكعبة، استقبال مكة. أو دقبسو نمزر شابزاني بجا قبلة جز بغزاوش تنخوي كعبة جز بغزاوش تنخويش. ولابد من دخول الوقت، لا يصح أن نصلي قبل وقت الصلاة. أو دقبسو نمزر شابزاني بجا نمزم يوخترقي حاوش تنخويش خنو نمزر بشو نمزر يوخترقي محاوة. ويحرم تأخير الصلاة عن وقتها. أو دقبسو حرمش نمزر بشجنو بلا بغجنو يزمان ريجه. ولابد من ستر العورة، يعني أخذ كامل الزينة في الصلاة. أو دقبسو نمزم تيوفان يبجا وي عورات رجب خمان هوي ويبشبق رجب خمان هوي.